قال ابن البواب: لا تخجلن من الرديء تخطه في أول التمثيل والتسطيل، فالأمر يصعب ثم يرجع هينا، ولرب سهل جاء بعد عسير. وقال الضحاك بن عجلان وهو من أوائل الخطاطين القدامى: يا من تعاطي الكتاب أي الكتابة، أجمع قلبك عند ضربك للقلم، فإنما هو عقلك تظهره. ويقول التوحيدي: وملاك الأمر أي في تجويد الخط، تقويم إعجاز السطور، وتسوية هوادي الحروف، وحفظ التنسيق، وقلة العجلة، وإظهار القدرة في عرض الاسترسال، وإرسال اليد في طي الاقتدار. أعانني الله وإياكم على الإتقان، وجزانا وإياكم كل خير.